السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. لو انت أول مرة بتشوفوني أنا إيمان جمال، ما تنسوش إن انتم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم أي إشعار لأي فيديو إن شاء الله هنزله، وكمان اعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ودي وصفاتي، لو حابين تشوفوها ادخلوا شوفوها حالا على القناة. ويلا بينا بقى نبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة كده عندي مية مغلية، حطيت فيها بقى كمية اللحمة اللي تفضلوها على حسب أفراد أسرتكم، وحطيت معاها بصلاية وطماطماية وورقة لورا. واهم حاجه انها اول ما تبتدي تغلي كده والاقي ريم من فوق كده او رغاوي، هبتدي ان انا اشيلها عشان دي بتكون فيها الزفاره، فشيلوها احسن عشان تاخدوا احسن نتيجه. هنا بعد ما استوت خالص زي ما انتم شايفين، طبعا انا بسيبها مش بحط لها ملح خالص في البدايه، بحط لها بعد ما تكمل نص ساعه على النار عشان ما تعطلش السوا، بحط لها كمان شويه كده رشه من الفلفل الاسمر وبس كده. يلا نركنها على جنب ونعمل بقى الرز. هنا اول حاجه كده جبت بصلتين مبشورين وحطيت عليهم بقى معلقه كده من الكزبره الناشفه ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر وشوحتهم كده، وبعدين حطيت المعلقه صغيره من الثوم او مليانه على حسب ما انتوا تحبوا وتفضلوا الثوم يكون كتير او قليل. بعد ما تشوحوا كويس هنزل بقى عليهم بعصير الطماطم عشان يتسبك بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه، واسيبهم بقى يتسبكوا شويه. وفي المرحله دي لو الطماطم بتكون حادقه فاحنا بنرش لها رشه سكر صغير عشان ما تبقاش حادقه وطعمها يكون حادق. بعد كده تسبكته تمام، هظبط بقى الملح بتاعها وازود كمان 7 بهارات وازود شطه نخليها سبايسي كده للناس اللي بتحب الحاجه مشطشطه، طبعا على حسب الرغبه، استغنوا عنها لو انتم مش حابين. وبعد كده بقى في المرحله دي انا هزود شوربه، طبعا من شوربه اللحمه اللي احنا لسه سلقينها حالا على حسب كميه الرز. انا عملت كيلو رز وظبطت كميه الشوربه اللي تناسبه علشان يطلع معانا مفلفل كده وحلو. اول ما الاقيه ابتدى يشرب كده الميه اللي حواليه هبتدي ان انا اغطي الحله واسيبه يستوي على نار هاديه. دلوقتي بقى هقول لكم على طريقه حلوه قوي نعمل بيها اللحمه اللي احنا سلقناها كانها مشويه بالظبط، للناس بقى اللي بتحب انها يكون في شوربه، او لو عندكم عزومه ومحتاجين ان يكون في شوربه فاعملوا الطريقه دي. اسلقوا اللحمه عادي خالص زي ما سلقناها في اول الفيديو، وهاتوا بقى كميه من الصلصه بعد طبعا ما تستلق وتبقى معانا تمام، وحط لها بقى البهارات اللي انا بحبها، اي بهارات بقى تفضلوها. انا حطيت 7 بهارات وحطيت كاري وحطيت كركم وحطيت فلفل، فلفل اسمر وكزبره ناشفه وحطيت ملح وشطه. حطوا بقى البهارات اللي انتوا تفضلوها، بس البهارات دي بقى اللي تديها طعم جامد جدا يا جماعه، فانتوا جربوها برضو في الخلطه دي. وجبت بقى كميه من البصل متقطعه كده جوانح، وكميه برضو من الطماطم، ومعاهم معلقه من الثوم كده صغيره، وهحط عليهم كمان اللحمه اللي احنا سلقناها طبعا اللي هنطلعها نص سوا ولا تلات ارباع سوا ولا حاجه، بتكون مستويه تماما. هحط بقى عليهم التتبيله اللي احنا عملناها وهخلطها كويس جدا. عايزه اقول لكم ان اللي هيدوق اللحمه دي بجد هيفتكر ان هي مشويه، طعم الشوي. احنا هنحطها في الفرن طبعا تاخد شمخه الفرن كده، وهيكون بجد طعمها في منتهى منتهى اللذاذه. هنعلي النار كويس جدا، نخليها على النار عاليه ونخليها نص ساعه في الفرن، طبعا هنغطيها بورق فويل ونخليها نص ساعه في الفرن، ونرش كده رشه زيت بسيطه من فوق، وهخليها نص ساعة متغطية بورق فويل، وفي الآخر هكشف كده ورقة الفويل وحطها تحت الشواية تاخد لون حلو. أنا متأكدة إن أي حد هيدوق الصينية دي هيفتكر إنها مشوية. للناس بقى اللي هي ما بتحبش اللحمة المشوية أو بتحب إنها تشرب كده شوية شوربة ومع ذلك ما بتحبش اللحمة المسلوقة أو تحمرها أو كده، فدي أفضل طريقة وأحلى طريقة ممكن تعملوها. هنا بقى هعمل بقى الطبق الجانبي جنبها بطاطس ويدجز. انا بسلق بطاطس عادي خالص وبعد كده بقطعها 4 ارباع وبحطها في بوله، وبحط عليها بقى البهارات اللي انا بحبها، اي نوع بقى بهارات انتوا حابينه. انا حطيت كزبره ناشفه وشطه وملح وفلفل وكمون، وحطيت كمان معلقتين كده من الزيت وقلبتهم كويس جدا. وهجيب صينيه واحط عليها البطاطس دي وهحطها تحت الشوايه، تحت الشوايه كده مع صينيه اللحمه ومع بعض كده الصنفين دول مع بعض، تحفة يا جماعة. والبطاطس دي تنفع جنب أي حاجة، بتبقى لذيذة وشهية جدا. شايفين بقى الصينية بعد ما طلعت بجد تحفة وكأنها مشوية كده وطعمها خطير. هنا برضو الرز بتاعنا استوى بقى تمام وخلاص بقى نغرف الأكل. شايفين بقى مفلفل كده وحلو، وأحلى حاجة إن هو يتعمل بقى بشوربة، ما تعملهوش بمية خالص، بشوربة فراخ أو شوربة لحمة، أي نوع شوربة بيبقى جميل جدا الرز الأحمر ده. محدش يقولي بقى اللحمة إزاي جنبها رز أحمر، جربوها واحكوا انتوا بنفسكوا هتلاقوا إن بجد الرز الأحمر جنب اللحمة بالطريقة دي بجد طعمه خرافي.
وكمان الفراخ المسلوقة اعملوها بنفس الطريقة دي بنفس التتبيلة اللي احنا عملناها، هتكون احلى كمان من المشوية، وتكونوا استفدتوا بالشوربة بتاعتها ان انتوا تعملوا بيها اي حاجة تانية، وطعمها هيكون بجد تحفة. شايفين بقى دايبة دوب كده وجميلة ولذيذة. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة، واستنوا ان شاء الله الوصفة الجاية بكرة، وسيبولي تعليق صغير برأيكم في الفيديو، ومع السلامة.